السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدين الحلقة اليوم من برنامج اتجاهات الصحافة وتتابعون فيها. ليبيا بين نجاح جلسات الحوار واستخدام القوة. تنظيم الدولة تزايد الانتشار في غياب الدعم الغربي. المهاجرون غير النظاميين بين الغرق وانتهاكات المهربين. نناقش هذه المحاور والمواضيع مع ضيفنا عبر سكايب من القاهرة، أستاذ النظرية السياسية بجامعة القاهرة بسيون الخولي. أهلا بك سيد الخولي. أهلا بك وسهلا وبمشاهديك الأعزاء. في الوقت الذي يترقب فيه المتابعون للشأن الليبي نتائج جلسات الحوار في جنيف والذي يهدف إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، يشير البعض إلى أن الاتفاق قد يبدو صعبا في ظل سيطرة المسلحين من الجانبين على مجريات الأمور على الأرض، فيما يحذر آخرون من مغبة فشل جلسات الحوار، حيث يرجح هؤلاء أن يستخدم المجتمع الدولي القوة لحل الأزمة الليبية. نقلت صحيفة الشروق المصرية عن مصادر أممية في جنيف أن الجولة الجديدة للحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة التي تستمر حتى الأربعاء المقبل سوف يسعى خلالها المبعوث الأممي الخاص لليبيا برناردينو ليون للحصول على موافقة الأطراف على تشكيل حكومة وحدة وطنية ومن أجل الحصول على سنة من الوفاق الوطني في ليبيا. وأشارت الصحيفة إلى أن المصادر الأممية أوضحت أن حكومة الوحدة الوطنية التي سيحاول الحوار التوصل إليها سيترأسها رئيس وزراء ونائبان لرئيس الوزراء بسلطات تنفيذية، على أن يكون مجلس النواب هو الهيئة التشريعية في البلاد. ذكر موقع الحرة الإلكتروني أن المؤتمر الوطني في طرابلس أعلن مشاركة مشروطة في جولة الحوار الليبي التي تستأنف في جنيف الاثنين، وفوض المؤتمر رئيسه نور أبو سهمين بتوجيه خطاب إلى رئيس بعثة الأمم المتحدة يعلن فيه استعداد المؤتمر الالتحاق بالحوار وفق الضمانات التي قدمتها البعثة في الجزائر، ومن أهمها ألا يوقع الاتفاق إلا بعد التصويت عليه من قبله. وذكر الموقع أن الناطق باسم المؤتمر الوطني العام عمار حميدان أوضح في مؤتمر صحفي أن المؤتمر سيذهب إلى الحوار في جولته القادمة لمناقشة تضمين التعديلات التي قدمها المؤتمر في الجولات السابقة. جاء في التقرير المنشور على موقع الحرة أنه في الوقت الذي يخيم الغموض على مشاركة المؤتمر الوطني الذي يشترط إقالة خليفة حفتر للعودة إلى طاولة المفاوضات ومن ثم تشكيل حكومة الوفاق، يرى البعض أن أعضاء المؤتمر مختلفون بين من يرفض الذهاب إلى الحوار ومن يدعمه، لكن الكل مجمع على ضرورة احتماد الحوار سبيلا لإنهاء الخلافات. بيّن الكاتب فاضل أليريزا في مقال على موقع مجلة فورين بوليسي الأمريكية أنه غداة أكثر من نصف عام من المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة، وقع عدد من السياسيين الليبيين الشهر الماضي على اتفاق سياسي يهدف ظاهريا إلى إنهاء الصراع. ويرى فاضل أليريزا بأنه ليس هناك أي أوهام حول العيوب التي تشوب الاتفاق، فلم يوقع المؤتمر الوطني العام أحد أهم الأطراف الرئيسية في الصراع على هذا الاتفاق، ويحاول المفاوضون إصلاح ذلك وقد ينجحون، ولكن ذلك ليس هو الإشكال الوحيد، فالسياسيون الذين وقعوا على الاتفاق لا يملكون السيطرة على القوات المسلحة المرتبطة بهم. ويقول الكاتب إن العديد من المراقبين يرون أن المؤتمر الوطني العام كان سيوقع لولا ضغوطات الميليشيات، وفي الواقع بالنسبة إلى طرابلس وطبرق انتقدت الجماعات المسلحة الاتفاق أو عبرت عن شكوكها حوله. ويرى الكاتب أنه لذلك تحتاج اتفاقات السلام إلى التنفيذ، وإذا لم ينجح الحوار في حمل الأطراف الرئيسية على المشاركة فيه وستكون الطريقة الوحيدة لذلك استخدام القوة، وتعرف الحكومات الغربية ذلك ولهذا السبب تفكر في خطط للتدخل. سيد الخولي، يعني الحوار الليبي وبعد جلسات تسخيرات حط رحالة في جنيف هذه المرة، لماذا برأيك جنيف بالذات يعني، وكيف تتابع سير عملية الحوار والمتوقع لهذه الجولة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نقل الحوار من الصحيرات المغربية إلى جنيف في سويسرا في أوروبا ربما يحمل دلالة على أن هناك اهتماما أوروبيا أو اهتماما عالميا
يوليه المجتمع الدولي للمسألة الليبية. ويضاف إلى ذلك أنه ينبغي أن يعزل الأطراف تماما عن تأثير الإقليم، سواء كان من الدول المجاورة لليبيا أو الدول البعيدة عن ليبيا. وفي ظني أن هذا ربما يعطي دفعة جيدة ويعطي تشجيع لعملية الحوار ويشجع على النتائج التي يمكن أن تنتج عن عملية الحوار. أما عن المتابعة للحوار فأنا أقدم وأقول بالآتي: القضية الأولية أنه لا ينبغي البناء فيما يتعلق بالمسألة الليبية على الأنقاض. ينبغي أن يعي الشعب الليبي وثورة 17 فبراير أو ثوار 17 فبراير أن عملية البناء لا ينبغي أن تتم على الأنقاض. هناك فواعل من المرحلة الانتقالية المقلقة في ليبيا، مثل برلمان طوب والمؤتمر الوطني العام وحفتر وجماعته والميليشيات المسلحة، كل هذه الأنقاض لابد أن تنتهي تماما ولا يكون لها دور في المرحلة المقبلة كي نؤسس لدولة ليبية خالية من هذه الشوائب. هذا ما ينبغي أن يكون. الأمر الثالث، ينبغي إبراز رؤية الشعب الليبي بوضوح وشفافية ويؤسس على مبادئ ثورة 17 فبراير. الأمر الرابع أنه ينبغي الاتفاق على حكومة وحدة وطنية أو حكومة وفاق وطني، ثم توكل إليها الأمور وتوكل إليها مهمة التشريع أيضا وتتولى التشريع والتنفيذ، وكل ما عداها يعتبر لاغيا ولا أساس له. هكذا تبدأ هذه الحكومة في التأسيس لمؤسسات الدولة، سواء كانت هذه المؤسسات سيادية أو غير سيادية، ثم مؤسسات النظام السياسي من تنفيذ وتشريع. واضح. هكذا ينبغي أن يكون. واضح سيد الخولي. يعني ذكر موقع الحرة الإلكتروني أن المؤتمر الوطني أعلن مشاركة مشروطة في جولة الحوار الليبي وفق الضمانات التي قدمتها البعثة في الجزائر. كيف ترى عودة المؤتمر المشروطة للحوار؟ المؤتمر الوطني العام في هذه المرحلة هو فاعل، وفاعل مهم، وهو لا يمثل الأشخاص بذواتهم الذين ينضوون تحت هذا المؤتمر، ولكنه يمثل الشعب الليبي. فينبغي أن يهرب، ولا ينبغي أن يتقاعس، ولا ينبغي أن لا يشارك تحت أي دعوة. لا بد أن يشارك، لا بد أن يدلو بدلو ويقول رأيه فيما يعرض عليه من قضايا، يعارض ويطرح ويوافق أو لا يوافق. هكذا لا بد أن يكون، لأن الفواعل لا بد أن تكتمل حتى يتم التوصل إلى اتفاق يرضي أطراف ويخرج من كل ألوان الطيف الليبي. لا بد أن يشارك المؤتمر. أما أن يعلق فهذا أمر مرفوض، مرفوض لكل من يحب ليبيا ولكل من يحب تأسيس دولة ليبية. فعليه أن يشارك، وعليه أن يطرح، وعليه أيضا أن يتحلى بالمرونة، لأن قضيتنا الأساسية الآن هي اعتماد حكومة. طيب. ليس مطلوب من المؤتمر ولا مطلوب من البرلمان ولا مطلوب من كل الفواعل الموجودة الآن إلا الاتفاق على حكومة، وبعد ذلك سوف تتولى الحكومة الأمور. فلا يطلب من المؤتمر أن يقول أكثر من ذلك، ولا البرلمان أن يقول أكثر من ذلك. لابد الآن أن نتفق على الحكومة وتتولى الحكومة الأمور. واضح سيد الخولي. يعني نأتي إلى ما قاله الكاتب فاضل اليريزا، قال إن السياسيين الذين وقعوا على الاتفاق لا يملكون السيطرة على القوات المسلحة المرتبطة بهم على الأرض. هل يمكن للقوات المسلحة هذه التي ذكرها الكاتب أن تفشل نتائج الحوار؟ يا سيدي الفاضل، ما يقوله هذا الكاتب هو عين الصواب وأصابك بالحقيقة. أنا أقول وأزكي هذا الرأي أنه لن يتم التوافق على حكومة وحدة وطنية في ليبيا ولا على المرحلة الانتقالية والخطة الخاصة بها أو الخريطة الخاصة بها طالما أن هناك ميليشيات مسلحة أو جماعات مسلحة في الشرق والغرب والجنوب والشمال تحرك السياسيين. أنا أقول أن السياسي في ليبيا لا حول له ولا قوة، أنه يتحرك من خلال أن هناك بندقية في ظهره وهناك بندقية من أمامه، فهو يفعل ما يمليه عليه هؤلاء. فينبغي أن نتخلى عن عنصر الضغط هذا، لأنه عنصر توتر وعنصر إيلام نفسي وعنصر إبعاد عن
عملية الفواق السياسي، لابد أن نفق سياسيا، لابد أن نفهم ونعي ماذا نريد وماذا سوف نفعل. أما أن نقع تحت ضغط هذه الميليشيات المسلحة، لابد أن تنفض جميعا وتترك السياسي يتحرك بحرية. هذا ما ينبغي أن يكون. فالرأي الكاتب هذا مصيب 100%. نعم، ويرى أيضا أنه يعني إذا لم تنجح الأطراف الرئيسية في الحوار والمشاركة فيه، ستكون الطريقة الوحيدة لذلك هي استخدام القوة، والحكومات الغربية تفكر في خطط للتدخل حسب ما قال هذا الكاتب. يعني ما تعليقك؟ أنا أقول أن الكاتب ربما بالغ أو ربما طرح طروحات من خيالاته أو من توقعاته. أنا لا أرى أن الحكومات الأوروبية تخطط للتدخل في ليبيا في الوقت الراهن، لأن المسألة كلها معلقة على الوفاق والاتفاق في ليبيا على حكومة وطنية، وهذا ما ترجوه الحكومات الأوروبية، وهذا ما يرجوه المجتمع الدولي ويصبو إليه. فالتدخل غير وارد، ولا أعتقد أن هناك خطط من أجل ذلك. أما الأساس الآن هو الاتفاق على حكومة وحدة وطنية، وعندما نتفق على حكومة وحدة وطنية في هذه الحالة سوف يتم جذب كل الفواعل التي تحاول أن تعرقل الوفاق وتعرقل إقامة الدولة الليبية. أما التدخل الأوروبي فأنا أستبعد هذا، وحتى أستبعد التفكير فيه في المرحلة الراهنة. نعم، وبذا مشاهدينا ننهي المحور الأول لحلقة اليوم وننتقل إلى المحور الثاني، ابقى معنا. ترصد تقارير صحفية تحركات ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا، التي يرى البعض أنها باتت المقر الرسمي للإرهاب والمصدر له في آن معا. ويرى مراقبون أنه رغم ذلك فإن الغرب لن يتدخل في ليبيا للمساعدة في محاربة التنظيم، وسط إشارات بأن مصالح الغرب لا سيما الولايات المتحدة خصوصا فيما يتعلق بالنفط تأتي وراء هذا التباطؤ الغربي في التعامل مع ما يعرف بتنظيم الدولة في ليبيا. أشار الكاتب التونسي توفيق المديني إلى أنه بعد 4 سنوات من الحرية الأطلسية في ليبيا، ما تزال المساعي الدولية لجمع الفرقاء السياسيين الليبيين من أجل بناء دولة ليبية بحكومة واحدة وجيش واحد لتتسنى لها محاربة الدواعش الذين اتخذوا بمدينة سرت مكانا لإقامتهم ومنطلقا لتمددهم، ما تزال متواصلة. وأوضح الكاتب التونسي المقيم في دمشق في مقال نشره أمس السبت بصحيفة الأخبار اللبنانية والمصدر له في آن معا، فالمناطق الشرقية والجنوبية منها أصبحت مجالا حيويا لتنظيم داعش الذي يستغل الجغرافيا في المنطقتين. ويرى المديني أنه ورغم ذلك الغرب لن يتدخل، ولا حلف شمال الأطلسي الناتو لحماية المدنيين من الإرهاب ولا لحماية دول الجوار، فالغرب وتحديدا الولايات المتحدة تريد السيطرة على النفط، وهو الآن في الحالة الليبية تحت سيطرة الشركات الأمريكية. وأضاف الكاتب أن أمريكا تبحث عن ذرائع لتأسيس فرع للقيادات الأمريكية الأفريقية أفريكوم في ليبيا، لاسيما أن طلب الولايات المتحدة بإقامة قاعدة عسكرية ثابتة في كل من الجزائر وتونس شوبها بالرفض من قبل السلطات المعنية. وبين الكاتب أرونز لين في مقال على موقع مؤسسة The Washington Institute البحثية أن ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية داعش أرسى موطئ قدم له في مدينة سرت في خضم التركيز على هزيمته في مدينة درنا على مدى الأشهر القليلة الماضية، وهو أول وجه شبه بين فرع التنظيم في ليبيا والتنظيم في العراق وسوريا. وذكر الكاتب أنه عكس درنا لم تبقى أي مجموعة مسلحة أخرى في سرت لتنافس التنظيم، ويرجع ذلك إلى العديد من التطورات، أولها الانشقاقات من الجماعة الجهادية المحلية أنصار الشريعة، وثانيها الاتفاقات مع القبائل المحلية والموالين للنظام السابق. واعتبر الكاتب أن سيطرة التنظيم على سرت وفرت له قاعدة أكثر استقراراً من درنا، وكذلك أول عاصمة له خارج العراق وسوريا، ويمكن أن يصبح قوة كبيرة إذا استطاع ربط سرت بمنطقة الجفرة حيث يوجد حقل المبروك النفطي ومدينة ودان. سيد الخولي، يعني الكاتب توفيق المديني قال إن ليبيا باتت المقر الرسمي للإرهاب والمصدر له في آن معا، فالمناطق الشرقية والجنوبية منها أصبحت مجالا حيويا لتنظيم داعش. ما تعليقك على هذا الطرح؟ في الحقيقة أنا أرى أن الكاتب ربما يكتب أو يقول أمور بعيدة عن أرض الواقع.
أنا أقول بأن داعش تأكد من أنه لن يكون له مستقر أو موضع قدم حتى في ليبيا، اندحر من درنة، وإن شاء الله قريبا سوف يتم إزالة واجتثاث كل عناصره من سرت التي يتحدث عنها الكاتب. ونحن الآن نتحدث عن احتضار لتنظيم الدولة في ليبيا، والكاتب يقول بأنه يقوي مركزه في ليبيا، فلا أدري كيف هذا التناقض، ويشبه سرت بما حدث في سوريا وفي العراق، ولا وجه للشبه على الإطلاق فيما يتعلق بهذا. وينبغي أن وجود الكاتب في سوريا جعله متأثر بأجواء و أتموسفير مختلف عن الواقع، فعليه أن يعيش الواقع، عليه أن يحيا الواقع كما ينبغي أن يكون، ويلمس الحقيقة كما ينبغي أن يكون. كما يرى أيضا الكاتب هنا سيد الخولي أنه ورغم زيادة سيطرة تنظيم الدولة في ليبيا، فإن الغرب لن يتدخل، ولا حتى حلف الناتو لن يتدخل لحماية المدنيين من الإرهاب. فالغرب وتحديدا هنا الولايات المتحدة تريد السيطرة على النفط، ما تعليقك على ذلك؟ الغرب لم يتدخل كما يقول الكاتب ضد تنظيم الدولة في ليبيا، لأنه يعلم حقيقة قوة التنظيم في ليبيا. التنظيم في ليبيا لا يحتمل تدخل دولي مثل ما هو حادث في العراق وفي سوريا. التنظيم في ليبيا لو واجهته ليبيا بقوة متواضعة للتمركز في سرت ستقضي عليه فورا، وهذا معلوم. ومن ثم لا ينبغي أن وراء هذه الرؤى وراء هذه الطروحات الفاسدة لكي نضخم من وجود تنظيم الدولة في ليبيا، ونصور ليبيا على أنها الآن قاعدة للإرهاب ومنطلق للإرهاب في الشمال الأفريقي. هذا خطأ، هذا ربما يروج لقضية أن تنشأ وتؤسس قواعد أوروبية عسكرية أو قواعد أمريكية في ليبيا. وأنا أقول من هذا المنبر أن ليبيا لن تمكن لا الولايات المتحدة الأمريكية ولا أوروبا من إقامة أي قاعدة عسكرية ثابتة على الأراضي الليبية مهما كانت الظروف. الشرق لن يقبل بذلك، الغرب لن يقبل بذلك، لأن الليبيين كلهم أحرار وكلهم يرفضون القواعد العسكرية على الأراضي الليبية. فلا ينبغي تضخيم، ولا ينبغي عملية التهريج الصحفي من أجل أهداف محددة لن تتحقق في ليبيا مهما كانت. أيضا ذكر الكاتب سيد الخولي أن الولايات المتحدة تبحث عن ذرائع لتأسيس فرع للقيادة الأمريكية الأفريقية أفريكوم، لا سيما أنها يعني قوبلت ووجهت برفض إنشائها لقواعد أمريكية في تونس والجزائر. يعني وتباطؤ أمريكا هنا، وصفه الكاتب بأنه تنوي أمريكا تدخل يعني للسيطرة على النفط في ليبيا، ما رأيك في هذا الطرح؟ يا أخي دعنا نضع أيدينا على الحقائق. النفط في ليبيا شئنا أم أبينا قانونا ووفق قواعد القانون الدولي هو الآن تحت سيطرة شركات أوروبية أمريكية. البترول الليبي يصل إلى أوروبا ويصل إلى كل العالم دون أي إعاقات، فلماذا ستأتي أمريكا للسيطرة على البترول؟ ولماذا ستأتي أوروبا للسيطرة على البترول؟ هل أن ليبيا سوف تحفظ البترول في أراضيها ولا تسوقه؟ ليبيا تسوق البترول لأوروبا وتسوق البترول لكل أنحاء العالم، لا داعي لهذه الأفكار البدائية السخيفة. البترول يصل والليبيون يبيعون البترول لكل أنحاء العالم، فما هو الداعي للسيطرة على النفط في ليبيا؟ هذا كلام يا أخي أصبح كلام قديم ولم يعد يجدي. نحن الآن نتحدث عن قضايا تقدمية على مستوى العلاقات الدولية، على مستوى الإقليم وعلى مستوى العالم. لا ينبغي أن نتحدث بتفتح وبانفتاح على العالم وعلى الأفكار الجديدة. نحن الآن نبحث عن إقامة دولة ليبية، ولا لا نريد قواعد في ليبيا، ولن يسيطر احد على البترول الليبي. البترول الليبي يخرج ليوزع في العالم وليسوق في العالم، فهذا كلام غير منطقي وغير مقبول. ناتي ونعود بذكر سيد الخولي الى تنظيم الدوله الاسلاميه في مدينه سرت. هنا راى الكاتب ارون زين في مقاله ان ما يسمى بتنظيم الدوله الاسلاميه ارسى موطئ قدم له في مدينه سرت، وبانه يمثل قوه كبيره. فقط هنا اود ان اسالك سيد الخولي، يعني
برأيك ما القوة الفعلية للتنظيم داخل مدينة سرت؟ تنظيم الدولة في مدينة سرت متغلغل في دواخل وتضاعيف المدينة بشكلها المدني الحرفي الاصطلاحي للكلمة. لو أن التنظيم موجود في مناطق ومتمركز في مناطق مجاورة لسرت لأمكن القضاء عليه بسهولة، ولكنه متغلغل في البنية السكانية أو البنية الطبوغرافية للمدينة، ومن ثم سيصعب على مقاتلين الليبيين أن يتعاملوا، وبالرغم من ذلك سوف يسهل وبسهولة القضاء من خلال معارك ذات خصوصية تتم داخل المدينة، داخل مدينة سرت، ويتم محاصرة المدينة وقطع الإمدادات عن هذا التنظيم لحين القضاء عليه. فهو سيظل موطئ قدم ولن يكون تمركز بأي شكل من الأشكال، سيظل موطئ قدم إلى أن يقضى على آخر إصبع لقدم لداعش في هذه المنطقة إن شاء الله، وتطهر سرت بالكامل من هذه الأنجاز. نعم، وننهي بهذا المحور الثاني مشاهدينا وننتقل مباشرة إلى المحور الثالث. تستمر المآسي التي يشهدها البحر الأبيض المتوسط بسبب غرق قوارب المهاجرين غير النظاميين المنطلقين من ليبيا. عدد من الصحف الأوروبية سلطت الضوء على المعاناة والانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون من قبل تجار البشر في حال لم يبتلعهم المتوسط. ذكرت الصحيفة الإيطالية ليغون أن مأساة المهاجرين تستمر عقب غرق سفينة كانت تحمل على متنها المئات منهم، حيث سقط العشرات من الضحايا الأبرياء غرقا قبالة السواحل الليبية. وبينت الصحيفة أنه وفق شهادات الناجين في الحادثة الأخيرة، يتعرض المهاجرون لشتى أنواع الاعتداءات والعنف من قبل المهربين لأسباب تتعلق بالعرق أو لنفاذ الأموال لدى هؤلاء اليائسين من المهاجرين. وأفادت الصحيفة أن على إحدى الأرصفة في باليرمو كانت هناك أم من إفريقيا تبكي على وفاة أبنائها الثلاثة غرقا في عرض البحر، وهي صورة رمزية لرحلة الرعب الأخيرة بعد ساعات قليلة على انطلاق القارب من الساحل الليبي. واصلت مجلة دير شبيغل الأسبوعية الألمانية واسعة الانتشار متابعة موضوع غرق المركب المعد لنقل مهاجرين غير شرعيين نحو السواحل الإيطالية، مشيرة إلى أن الشرطة الإيطالية تمكنت من اعتقال منظمي تلك الرحلة. وأوضحت المجلة الألمانية في تقرير لها أن الشرطة الإيطالية اعتقلت في باليرمو 5 شباب بتهمة تهريب المهاجرين، وهم جزائريان وليبيان وتونسي نجوا من غرق المركب الذي أودى حياة أكثر من 200 شخص قبالة السواحل الليبية. وبينت المجلة الألمانية استنادا إلى شهادات المستوجبين أن هؤلاء استخدموا السكاكين والعصا خلال الرحلة لمنع المهاجرين الأفارقة الموجودين في قاع المركب من الصعود إلى السطح. وأوضحت دير شبيغل نقلا عن الشرطة الإيطالية في بيان لها أن المهربين كانوا يميزون بين المهاجرين بحسب أصلهم، فالأفارقة الذين يعصون الأوامر كانوا يجرحون بالسكين على مستوى الرأس، أما العرب منهم فيضربون بالحزام. الصحيفتين سيد الخوري سلطتا الضوء على مآسي المهاجرين عبر المتوسط، كيف تتابع ما يعانيه هؤلاء المهاجرين خلال رحلتهم، لا سيما وان هناك انتهاكات سجلت في حقهم خلال رحلتهم؟ نحن نطلع وتأتينا تقارير عن معاملة المهاجرين غير النظاميين منذ أن يدخلون إلى المياه الإقليمية للدول المشاطئة للمتوسط. لدينا تقارير يندى لها الجبين وتدلل وتبرهن على أن أوروبا قد أخفقت إخفاقا ذريعا، وينبغي أن تحاسب على ذلك أمام المنظمات الدولية في حق الإنسان، في حق الآدمي.
لا ينبغي لأوروبي أن يتحدث عن حق الإنسان، لأنه أول من أهدر حقوق الإنسان في المتوسط. يعاملون من خلال تقارير موثقة خارجة من أوروبا نفسها، يعاملون البشر معاملة غير الآدميين، وعليهم أن ينتبهوا لذلك، لأن ذلك سوف يرتد عليهم من خلال وثائق ومستندات موثقة. فالأوروبيون أخفقوا إخفاقا ذريعا في إثبات أنهم يدافعون عن حقوق الإنسان، ثم أخفقوا إخفاقا آخر في التعامل وإدارة أزمة الهجرة غير النظامية. أوروبا لم تتمكن حتى الآن من أن تضع صيغة حقيقية مناسبة عملية لإدارة أزمة الهجرة غير النظامية. وقد وصلتني أنباء إلى أنه في الشهر القادم سوف يتم عقد مؤتمر مع دول الشمال، شمال المتوسط أي الساحل الإفريقي ومنها ليبيا، لكي يضعوا مع الدول الأوروبية حلا وتسوية واقعية لهذه المسألة. وأنا أقول أنه لو تم ذلك وبصدق نوايا من أوروبا وبتوزيع أدوار حقيقي، أقول بأن ذلك هو بدء تسوية الأزمة الهجرة غير النظامية، البداية الحقيقية الصحيحة لتسوية هذه الأزمة. وهكذا مشاهدينا نصل إلى ختام حلقة اليوم من اتجاهات الصحافة. أشكر ضيفنا كان معنا عبر سكايب من القاهرة أستاذ النظرية السياسية بجامعة القاهرة بسيون الخولي. وننوه مشاهدينا إلى أن إنتاج هذا البرنامج يكون بمعاونة المرصد الليبي للإعلام. تقبلوا تحيات فريق البرنامج وتحياتي في أمان الله.